اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة من آخر يوم الجمعة التي حدثنا عنها رسولك وحدثنا عنها حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنها ساعة الإجابة. نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة، نسألك اللهم موجبات رحمتك، نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغريبة من كل البر والسلامة والحفظ والوقاية من كل إثم والفوز بالجنة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا ضر إلا كشفته ولا مبتلا فينا الا عافيت ولا عسيرا الا يسرت ولا ضالا الا هديت ولا حائرا الا بلغت. اللهم ولا حائرا الا بلغت ولا كسيرا الا جبرت ولا قطيعا الا وصلت. اللهم ولا بعيدا عن حضرتك الا قربت. اللهم ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فريضة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا دعوناك ونحن على يقين أنك الله القريب المجيب. اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا بالجنة أن تقول في محكم كتابك وقولك الحق النازل على رسولك الحق الكلام الحق الكتاب الحق وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اللهم انا دعونا كما امرتنا فاستجبنا كما وعدتنا حقق رجانا ومنانا واعطنا فوق منانا واجعلنا من المهتدين بهدي سيدنا رسول الله ومن احبابه ومن المظللين بظله. اللهم افض علينا من بركاته، اللهم افض علينا من اسراره، اللهم املأنا من انواره، اللهم اهدنا بهديه، اللهم سلكنا طريقه وشريعته التي سلكت احبابك المقربين وعبادك المعنيين وعبادك الصالحين بتوليتك في قولك وهو يتولى الصالحين. اللهم اكرمنا واكرم جمعنا. اللهم أكرم مداح نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرم زوارنا وضيوفنا واجعلنا من المتحابين فيك الذين تقول لهم يوم القيامة وأنت تقول لهم في الدنيا والآخرة والبرزخ ومواقف الآخرة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظل. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اغفر اللهم لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين واسماء الأحياء منهم والأموات واجعل الخيرات والبركات والمسرات في ديارنا وديار المسلمين وأنزل البركات علينا وعليهم بركات محمدية واجعلنا وإياهم في نظرات رسول الله وعناياته وثمن شفاعته الخاصة بأحبابه وصلى الله